تنضم إلينا الزميلة منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة. منى، عزاؤنا الخالص لأهالي الضحايا وتمنياتنا للمصابين بعاجل الشفاء. ما الجديد لديك؟ نعم، تحياتي لك زميلي محمد وتحياتي لجميع المشاهدين، وأشكر مشاعرك الطيبة تجاه الضحايا وأهالي القطاع بطبيعة الحال. الجديد حتى الآن، تم السيطرة على الحريق بعد الإعلان عن سقوط 21 ضحية نتيجة هذا الحريق، بالإضافة إلى عدد من الإصابات الذين لم يتم يعني الإعلان النهائي عن أعدادهم، لكن ما نعلمه حتى اللحظة هو أن هناك 3 من بين الإصابات هي لأفراد من الشرطة والدفاع المدني الذين كانوا يشاركون في الحريق. عدد كبير من الموجودين في المكان الذي تم يعني اندلاع النيران به حتى اللحظة، ربما ننتظر يعني أن يتم الإعلان عن مصيرهم. هناك من يتحدث عن مفقودين، وهناك من يتحدث عن عدد إضافي من الضحايا، ولكن وزارة الصحة تؤكد حتى اللحظة بأنها سوف تصدر بيانا بهذا الشأن، وبأنه سوف يكون أمامنا عدد نهائي لعدد الضحايا خلال وقت قصير بعد حسم الموضوع وبعد الانتهاء تماما من إخلاء المنطقة التي اندلع بها الحريق، وهي شقة في عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق في منطقة تل الزعتر شرق جباليا شمالي قطاع غزة.